جاي يشتري غاز، جاي يا عم تشوف شو قد ايه حقها قد ايه سعرها. انا جايب قناني، في منهم جايبين ثلاث اربع قناني جايبين بدهم يعبوا. لا حد شاهد اشياء كثيره بعد. مضطر تتفائل يعني، ما عندك حل غير هيك. تقريبا قد ايه صار لك تعطل؟ يعني صار لي شي ساعه ونص تقريبا. في ازمه بس ان شاء الله ما تطول هالازمه لحتى نقدر نحل هالمشاكل، بس نجيب غاز وبنزين وكل شيء. مع الوقت برا صار لي شي نص ساعه تقريبا. اكيد رح نشوف العجله، الغاز مثل عجله البنزين، مثل عجله الصيدليات، مثل كل العجله اللي عم تصير بالبلد. بلشنا حضرتك توزع غاز على المنازل. نعم. كيف الوقت العالم عم تتجاوب مع الازمه؟ عم تقدر تستفيدون؟ والله امبارح انقطعنا، اول امبارح كان تسكير، هلا نيه من الصبح عم نركض ركض نلبي العالم. بدنا حل، بدنا حل، غير هيك ما في. دق المي مي ما الله يخلصنا منهم بقى ونرتاح، لانه الله ينور لهم عقولهم ويلتفتوا شوي بهالشعب، يخلصونا بقى، يخلصونا ولا متنا. يحل الوضع العام، كل شيء، بكل شيء، كل هالازمات. بدنا بلد بكل معنى الحريه، بكل معنى الكلمه يعني. بدنا حريه.